ابو شاهين، انت مستقر في المانيا؟ اي. كم صار لك؟ 15 سنه. ما شاء الله. اي. تتكلم الماني؟ طبعا. شنو يعني احبنك؟ احبنك ايش لبدش يعني؟ شنو؟ ايش لبدش؟ كان مديه دوتش ريدن بس مو ايش تيز دبس شمو انا؟ لا لا عاد صدق تتكلم والله؟ يا بعد انت مو الرسول يقول عليه افضل الصلاه والسلام من تعلم لغه قوم امن شر امن مكرهم؟ صح. انا من اول يوم بالماني احكي الماني، تعرفت على عجوز المانيه ظليت وياها اسبوع اخذت اللغه من عندها. يلا عاد نسجل. يلا عاد يلا عاد انت مقزرها علينا ابو شاهين. لا لا يقدر يقدر ذكي ذكي ترى ابو شاهين. يا ولد يسولف سوالف يا ولد. راحته يقول بيوم واحد تعلم الماني ايش دعوه؟ لا يقول اسبوع اسبوع قال. وحتى اسبوع ايش دعوه؟ يجوز عنده اطلاع قبل من كان بالعراق بعد. يجوز دارس قاري كتب. انا كنت ضابط بالعراق، ضابط طيار بالقوه الجويه. هناك تعلمت الماني؟ درست بالمانيا وبروسيا الطيران، كنت انا اقود الطياره السنزل 21 الجناح الثابت. تدري ايش مشكلته يا عمار؟ انك ما تدري اذا هو يتكلم يعني جد ولا يمزح. والله ما تقدر عنده ملامح ملامح وجهه. اي ملامح وجهه راكده. ما يعطيك اي رياكشن. بس هذا موهبه والله. ما تصيده ما تصيده. اللي باللايف 50,000 شخص كلهم جاي يحلفون مكان يقولون والله العظيم صدق. تقدر تشوف الكومنت اللي عندك. ان شاء الله. اكو ناس شايفينه على الحقيقه. يا ربي يشبه واحد بس ما ادري منو. اكو واحد يشبهني مو انا شبهه. من يشبهك ابو شاهين؟ ستالين قادم. يا ولد عليه تصريحات. شنو منو؟ انت يشبهك ستالين؟ هو يشبهني مو انا شبهه. عافية ستالين اتحاد سوفيتي. يابا. تعرف الاتحاد السوفيتي بس شلت ايده من عنده وقع انكسر؟ هذول يا 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 كابتن مالك علي يمين علي عافيتي لو ما اني والامور اللي كنت اطرحها انا ذاك ما يوقف هاي الوقفه بس طلعت من عنده وقع. البدو 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 يقولون لا تكبر اللقمه تغص. لا تكبر السالفه يا ابو لا تكبرها. 50,000 شخص جاي يحلف حتى لا ببالك مثلا انا يعني لا سامح الله قاعد اكذب يعني ما من المعقول 50,000 شخص عم يكذبون؟ محشوم محشوم.